السلام عليكم، معاكم بسمة سعد ودي قناتي. اللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان قناتنا تكبر وتشجع وأعمل لكم فيديوهات أكتر، وما تنسوش اللايك. هنعمل حلو النهاردة، بسكوت بالجيلي حلو جدا وطعمه رهيب، إن شاء الله هيعجبكم. وبصوا طعمه تحفة بجد، يعني هتجربوه وهيعجبكم جدا إن شاء الله. نشوف المكونات اللي معانا ونشوف الطريقة. بص شكل الصينية تحفة بجد وشكلها شيك جدا. هنشوف بقى الوصفة اللي معانا ونشوف مقاديرنا، يلا بينا. معايا بولة هحط فيها 1 وربع او 1.5 كوباية من اللبن، وهضيف عليه معلقة قهوة سريعة الذوبان، وهقلب كويس لحد ما القهوة اللي معايا تدوب مع اللبن. خلاص اهي تمام كده. هجيب بقى معايا بسكوت، اي نوع بسكوت عندك، انا مستخدمة بسكوت سادة. وهجيب صينية بايركس وهحط كده البسكوت في قلب اللبن اللي عليه القهوة وهرصه في قلب الصينية. انا طبعا هعمل طبقتين من البسكوت، انا كده عملت طبقة اهو من البسكوت وبعمل في الطبقة التانية. انا طبعا بجري الفيديو عشان ما يطولش عليكم. انا خلاص كده هجيب بقى اللبن اللي عليه قهوة وهحط كده 2 كبار او 3. هنيجي بقى للطبقة التانية، معانا 1 كوباية سكر، 1/2 كوباية جوز هند، ومعايا 1/2 كوباية نشا، ومعايا 1/2 كوباية من الدقيق. يبقى 1/2 كوباية نشا، 1/2 كوباية دقيق، 1/2 كوباية جوز هند، ومعايا 1 كوباية سكر. هضيف المكونات دي كلها على بعضها وهقلب كويس. وانا طبعا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. هي طريقة حلوة وسهلة هتعجبكم ان شاء الله. انا هستخدم 1 لتر من اللبن او الحليب اللي معايا، الكيس دوت 1/2 لتر، فانا هستخدم 2 كيس من الكيس اللي هو 1/2 لتر. لو انتم متوفر عندكم العلبة اللتر او الكيس اللتر تمام قوي. كل ده طبعا على البارد. واقلب كده كويس بالمضرب لحد ما الحاجات المكونات اللي انا ضفتها دي كلها تدوب معايا عشان ما تكلكعش معايا في قلب اللبن. اقلب كده لحد ما كلها تتفك كده في قلب اللبن وتدوب كلها. بصوا بقى بتبتدي تتقل معايا ازاي اهي، برضك مستمرة في التقليب. انا عايزة قوامها سميك زي ما انتوا شايفين كده، ريحتها رهيبة، جوز الهند مخلي ريحتها تحفة. اجيب بقى هيك كده الصينية اللي معايا وهضيف عليها الطبقة اللي انا عملتها. بصوا سمكها تقيل ازاي، انا عايزة السمك ده مش عايزاها خفيفة. وافرد كده في الصينية بطريقة طبعا متساوية، اساوي طبعا الخليط اللي انا حطيته ده بطريقة متساوية في قلب الصينية. هفرد بقى كويس زي ما قلت لكم،
خلاص كده انا فردتها. هجيب موز معايا، 3 موزات كبار، هقطعهم شرايح وهرصهم طبعا زي ما انتوا شايفين كده في قلب الصينية. انا خلاص اهو رصيتهم في الصينية زي ما انتوا شايفين، طريقة سهلة وحلوة جدا وان شاء الله هتعجبكم. هجيب بقى كده معايا حلة صغيرة وهضيف بيها، دي بقى الطبقة الأخيرة، وهضيف 2 كيسين من الجيلي او 2 باكو، انا استخدمت دريم، هضيف 2 باكو من الجيلي الفراولة، انتوا ممكن تستخدموا اي نكهة، انا استخدمت الفراولة، وهضيف 2 كيس. وهجيب 700 جرام من المية، بيعادل تقريبا 3 أكواب من المية. يبقى أنا ضفت 3 كوبايات من المية على 2 الباكو الجيلي، وهقلب كده كويس وارفعها على النار، بس انا مش عايزاها تغلي، انا عايزاها تسخن بسيط لحد ما الحبيبات بتاعة الجيلي تدوب معايا خالص، وبعد كده هنزلها، مش عايزاها تغلي يا جماعة، النقطة دي مهمة. تمام، هنزل بقى كده بالطبقة الاخرانية اللي معايا دي على باقي على باقي المكونات اللي في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، بجد رهيبة يعني ما شاء الله بجد. اهو هنزلها بقى كده بنفس الطريقة دي، خلاص كده انا خلصتها، هدخلها الفريزر لمدة 4 ساعات وبعد كده هطلعها. بص انا لسه مطلعه من الفريزر، عليها تلج اهو على الوش، يدوبك هي هتتقطع، تقعديها 5 دقايق هتلاقيها فكت وبقت طعمها تحفه جدا. هنقطعها كده بقى مع بعض، بجد رهيبه بجد ما شاء الله، شكلها يفتح النفس. هنطلعها كده مع بعض، والجيلي لونه تحفة، وبصوا تماسك ازاي بقى، جميل جدا ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ بصوا الطبقات شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة جدا، بصوا ما شاء الله. ايه رأيكم؟ جميلة جدا، جربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم بجد، هتدعولي عليها وهتعجب الاولاد جدا، وشكلها شيك وأنيق في التقديم. بص ايه رأيكم، شكلها تحفة بجد وطعمها جميل جدا. وبكده الفيديو خلص معاكم، ونتقابل في وصفة جديدة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.